يثير قانون الأحوال الشخصية الجعفرية في العراق جدلا كبيرا في الأوساط الشعبية والقانونية وحتى السياسية. مشروع القانون الجديد يراد منه تأسيس محاكم شرعية وفقا للمذهب الشيعي، وعلى ما يبدو فإن القانون المقدم من قبل وزير العدل العراقي لم تجري مشاورة القانونيين بشأنه. بظل هاي الأجواء هذا هل يفيدنا؟ وهل تشريعنا بي يعني قانون الأحوال الشخصية النافذ بقصور كبير بحيث لا يغطي كل الحالات المعروضة للنزاع أمام المحاكم؟ طبعا أنا أؤكد لك أن قانون الأحوال الشخصية الموجود على ما فيه من هنات وضعف هو يغطي جميع الحالات. خشية القانونيين من المشروع الجديد تكمن في احتمال إسهامه في تعميق الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي وإدخال منظومة القضاء إلى دائرة التخصص الطائفي، بما يفتح الباب واسعا أمام المحاكم الشرعية. هذا التشريع قد يؤسس يعني تكون له ردود أفعال سلبية، يعني بالمقابل الآن إذا أصدرنا قانون أحوال شخصية جعفري سبقية المذاهب والطوائف ستبدأ بطرح رغباتها بإصدار قوانين لعلاقاتها الشخصية. بموجب القانون المقترح ستطبق أحكام المذهب فيما يتعلق بالطلاق والميراث. ليس هناك حاجة إلى أنه نؤزم الأمور أكثر مما هو موجود في الوقت الحاضر. فهذا كلش دا نجحف بحق المرأة، يعني دا نظرها أكثر مما دا تفيدها. ماكو مشكلة بالقانون الحالي، لأنه هذا قانون محتوي على كل الفئات الاجتماعية. ولعل أخطر ما في القانون الجديد كما يرى البعض أنه يشرعن زواج القاصرات مع تحديده سن البلوغ للفتيات بالتاسعة من العمر، فيما يحدد القانون الحالي سن البلوغ بالسابعة عشرة. تكاد أن تتفق الرؤى على عدم مقبولية قانون الأحوال الشخصية الجعفرية على الأقل بسبب الوضع العراقي الراهن، ومن هذا المنطلق يعتقد القانونيون أن القانون في حال مرر في مجلس الوزراء العراقي فإن عقبات كثيرة ستواجهه داخل مجلس النواب. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، بغداد.